المحاكمة بدأت وسط إجراءات أمنية استثنائية. مصادر الشرطة تحدثت عن تهديدات وجهت إلى المتهم أليكس فينس على صفحات شبكة الإنترنت. اهتمام الإعلام تركز في يوم المحاكمة الأول على حضور زوج مروى الشربيني الذي أصيب في الجريمة نفسها علوي عكاظ، لكن حضور مراقبين قضائيين من مصر لمراقبة المحكمة وعملها أثار ردود فعل متضاربة. النظام القضائي الألماني يتمتع بالعدل، لكن ليس من ضمن ذلك حضور مراقبين من العالم الإسلامي للمحاكمات. والله النيابة الألمانية طلبت أقصى عقوبة ممكنة، والطريقة اللي هي عرضت القضية بها أعتقد أن هي هيكون في النهاية أقصى عقوبة ممكنة، وهي السجن مدى الحياة. المتهم أليكس دخل قاعة المحكمة مقيدا وملثما، كما رفض طلبا للقاضية بنزع نظارته السوداء. أما محاموه فاتهموا المحكمة بالانحياز والتأثر بالأجواء الإعلامية السائدة، واعتبروا أن أجواء ما بعد 11 سبتمبر أيلول هي المسؤولة عن كره موكلهم للإسلام، في حين أدلى علوي عكاظ زوج مروى بشهادته حول تفاصيل مقتل زوجته الصيف الماضي في جريمة فتحت النقاش حول معاداة الإسلام. هذه الحالة الأولى التي صرح المجرم علنا أنه قام بها من دافع معاداة للإسلام. هذه الحادثة لا يجوز أن يتم تحويلها إلى دليل على معاداة الألمان بشكل عام للأجانب. ويذكر أن الحكم على المتهم أليكس فينز يتوقع صدوره في بحر الأسبوعين القادمين. محاكمة استثنائية بمقاييس عدة، لكن مقياس العدل يبقى مقياس المقاييس عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات، بعيدا عن مقاييس الأمن والإعلام. أكثم سليمان، الجزيرة، دريسدن.